تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ودعمه لنادي الشرطة. أنتم نفيتوا الموضوع. بس أصل هذه الفكرة منين إجت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة أستاذ علي، حياكم الله. يعني هي بالبداية أنه لو كان الأمر بوفق سياقات الطبيعية لما وصلنا إلى هذا الحال حقيقة. فيما يخص هذا الموضوع، طرح الأخ العزيز عمر رياض في برنامج قبل يومين موضوع التعاقد مع اللاعب ريفات، هو كان اسم خطأ أساسا. نعم، اللاعب اللي كان معني بهذا الموضوع غير ريفاز. ريفاز الآن أصبح يعني ممكن بعد بكرة أو هذا يمكن يلتحق، لاعب فنزويلي يلتحق وصفه الفريق. كانت هذا يعني بمبررات من المدرب وليس من اللاعب. فيما يخص الموضوعة السيد ما طرح في برنامج الحكم الرابع، كان اتصلت فيه في وقته نفس اليوم، اتصلت وبررت للأخ عمر، قلت له أنه هذا الموضوع أن فيه جملة وتفصيلا من باب أولى لو كان هناك فعلا تدخل للسيد تركي آل الشيخ في موضوعة التعاقد مع اللاعب. يعني كان من باب أولى أستاذ علي أنه هو تركي آل الشيخ لديه 3 أندية مثل ما معروف، صحيح. الأهلي بيراميدر المصري، والأهلي جدد السعودي، والهلال السوداني. كان من باب أولى أن لو كان يريد أن يساعد النادي الشرطة أن يتعاقد مع أحد اللاعبين من نادي، لكن موضوعة اللاعب راموس أساسا اللاعب راموس يلعب في نادي أهلي دبي الإماراتي، وليس يعني من غير الممكن أن يتدخل سيد تركي آل الشيخ في قضية مع نادي إماراتي، فضلا عن أنه تعرف كما يعرف الجميع المتابعين أنه مجموعة الشرطة الآسيوية فيها نادي الأهلي السعودي. يعني مستحيل أن من غير المنطق من غير المنطق أن نذهب إلى هذا الاتجاه. موضوعة اللاعب راموس، يعني أحب أنوه إلى موضوع التعاون العربي مثل ما أشار للدكتور عدي في أحد، وهذا سؤالي. نعم. أحد أعضاء الإدارة، نعم، تحديدا الدكتور عدي، نعم، لمح بتعاون عربي، ربما هو اللي خلى وسائل الإعلام. أبدا، بالعكس، التلميح كان ذكي جدا وهو واقع حال وليس من عنديات الدكتور عدي. كان هناك فيما يخص اللاعب راموس، اللاعب اللي هو مثار الجدل الآن اللي صار، كانت هناك لاعب من طراز عالي لديه CV يعني بارع جدا يلعب الآن في الأهلي دبي الإماراتي. كان هناك تعاون مع النادي أصلا في سبيل إعارته، على سبيل الإعارة أن يلعب مع الشرطة في بطولة الدوري وفي بطولة الدوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى أنه إدارة النادي يعني تمتلك علاقات مميزة جدا مع نادي الدحيل القطري. من الممكن كان لو وافق اللاعب أصلا كان من الممكن أن ندخل إدارة نادي الدحيل في القضية من لأجل حسمها بشكل نهائي، لكن اللاعب منذ بدايات يعني بداية التفاوض رفض قاطع، وهو الآن يلعب مع أهل دبي. هذا الموضوع كله في حذافيره، ماكو أي مشكلة ولا أكو أي تدخل بالنسبة للسيد تركي آل الشيخ في الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. جمهور الشرطة أو بعض جمهور الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ يسوق لهذه الفكرة، وشكرا تركي آل الشيخ. التسويق ربما هذا ردة فعل. التسويق أنا أعتبره وفق برؤيتي الخاصة الإعلامية، أعتبره أنه أنا هذا شيء إيجابي لنادي الشرطة وربما الكرة العراقية، أن يتدخل شخص رياضي أو لديه باع طويل في الرياضة العربية الآن، يمتلك 3 أندية على مستوى عالي، أن يفكر في دعم نادي الشرطة مثل ما يفكر ربما في دعم نادي الزهراء والجوي، على أنه يعتبرون